يبقى أخذنا لغاية الآن طريقتين في regularization، ال L2 وال L1 والدروب اوت. شفنا انه كيف بيمنعوا فعلا الاوفر فيتنج. في انا عندي طرق اخرى ممكن ما استخدمها، خلينا نعرج عليها. تمام، واحده من الطرق اللي هو الداتا اوجمنتيشن. ايش يعني داتا اوجمنتيشن؟ اوجمنتيشن تكبير، تكبير للبيانات. كيف ممكن اعمل تكبير للبيانات؟ هذا الكلام ممكن انا اطبقه على النصوص وممكن اطبقه على الصور. تمام، المثال الموجود عندنا هنا على النصوص على الصور، حد يحاورجيكم كيف ممكن تطبقه على النصوص. ايش مفهوم الداتا اوجمنتيشن؟ يعني على سبيل المثال في عندي صورة الكات هذه، ممكن انه اعمل اكثر من نسخة من الكات هذه من الاوريجينال بيكتشر، تمام، باستخدام مجموعة من التحويلات. ايش التحويلات هذه؟ انه انا بعمل فليب هوريزونتال، تمام، او ممكن انا اعمل روتيت شوية. يبقى هذه فليب، هذه روتيت. في عملية ممكن أعملها كمان اللي هي إيش؟ زوم. إيش؟ إيش هي؟ رصة. زوم. زوم إن. إن أنا أقرب أو تمام؟ في عملية مش معقولة أنا ممكن أعملها إنه الفليب فيرتيكال. هل ممكن انا اعملها فليب فيرتيكال؟ مش منطقيه كتير، لانه مستحيل يجيني في التست ديتا انه صوره الكات راسا على عقب، فبالتالي انه انا بحدد العمليات. فبالتالي في الداتا اوجمنتيشن انه انا بلجا لهذا الخيار، لو كان في عندي اوفر فيتنج، تمام، انه انا بروح بطبق داتا اوجمنتيشن. الداتا اوجمنتيشن بطبقه يعني بصير في راندومايزيشن، اي حاجه فيها راندومايزيشن بتمنع الاوفر فيتنج. كيف؟ وين الراندومايزيشن في الداتا اوجمنتيشن؟ انه هو بده يجي للصوره هذه الاوريجينال، بده يطبق واحده من ثلاث خيارات او اربع خيارات. تمام، انه نعمل فليب، اعمل روتيت، اعمل مثلا زوم، اعمل مش عارف ابصر ايش. فالصوره هذه بروح بختار واحده من العمليات بشكل عشوائي، الصوره اللي بعدها بختار برضو واحدة من العمليات بشكل عشوائي. فبالتالي بيمنع الموديل انه يكون مفصل على داتا سيت معينة، بما انه موضوع الداتا اوجمنتيشن او يعني الاوجمنتد داتا تتولده بشكل عشوائي، بيمنعه انه هو يصير في عنده يعني يروح باتجاه انه يعمل اوفر فيت على بارتيكولار داتا سيت. واضح؟ هذا انا بلجأ له لو كان انا عندي نقص في الداتا سيت، تمام، ومحتاج ان انا اكبر الداتا سيت، ممكن ان انا بدي استغل كل عمليه ممكنه من هذه العمليات. لكن احنا هنا مستخدمينه في سياق الاوفر فيت، منع الاوفر فيت. فكيف بدنا نمنعه انه هو يعني ينحاز لداتا سيت معينه باضافه عشوائيه معينه في الداتا سيت هذه من خلال عمليات الاوجمنتيشن بعشوائيه. تمام، وهذا الكلام ممكن انا اطبقه على الاو سي ار. انا عندي هاي الاربعه، ممكن انا اعمل عمليات انه في هذه العمليه بعمل روتيت، وايش كمان بعمل ديستورشن. ديستورشن يعني تشويش او تشويه للصوره، تصير انه مجعلكه، وخاصه انه لو بدي اعمل سكان لصوره من ورقه والورقه هذه مجعلكه شويه، تمام، على سبيل المثال. فهذه يعني بعض العمليات اللي انا ممكن اعملها يعني في الداتا اوجمنتيشن، يعني وخصوصا انه بتخلي الموديل روبست انه هو يتعلم على انماط، لانه خلص كل واحد انه بيكتب بنمط معين. يعني مثلا على سبيل المثال في ناس بتكتب الثلاثه زي هيك، تمام، هذه انه بتعملها بشكل مستقيم وهذه بتكون زاويه حاده، في ناس بتعمل زي هيك الثلاثه. فبالتالي انه تطبيق هذه العمليات انه بيؤدي لإزالة الاوفر فيتنج. تمام، طيب، نيجي بالنسبة للتكست. ايش التكست؟
العمليات اللي موجودة. نعم، ممكن أنا أستخدم في عدة أساليب. أول أسلوب ممكن أستخدم حاجة اسمها الباك ترانسليشن، تمام؟ بالضبط. يعني أنا بدي إياكم تتخيلوا إنه ناخذ السنتمنت أناليسيس على سبيل المثال، إنه أنا عندي الجملة والليبل، تمام؟ الليبل هنا بوزيتيف، هاي جملة ثانية الليبل تبعها نيجاتيف، هذه جملة ثالثة برضو نيجاتيف، هذه الجملة الرابعة بوزيتيف. كيف بدي أكترهم هدول؟ أول أسلوب إن أنا ممكن أستخدم باك ترانسليشن، إنه هذه الجملة باخذ منها نسخة بترجمها من عربي لإنجليزي، برجع بعيد ترجمتها ثانية من إنجليزي لعربي، لأنه التارجت لانجوج أنا عندي هي العربي، اللي أنا بدي يعني داتا سيت إنه أصلا اللغة تبعتها عربي. ف عندي الترجمة من عربي لإنجليزي، بعدين إنجليزي لعربي، ممكن إنه تطلع نفس الجملة هي نفس المعنى ولكن صياغة مختلفة، أو سياق إنه هو مختلف، صياغة مختلفة يعني. تمام؟ الأسلوب الثاني إنه أنا ممكن أستخدم حاجة اسمها الإكسبانشن. كيف يعني الإكسباند؟ الاكسباند على سبيل المثال انه انا بحتاج انه يعني تاجر، يعني بحتاج انه استخدم على سبيل المثال تاجر. التاجر هذا ممكن يكون بارت اوف سبيتش تاجنج او نيمد انتيتي ريكوجنيشن تاج. فلناخذ على سبيل المثال جمله انه احمد ذهب الى المدرسه، فاحمد عليها تاج انه هو عباره عن اسم علم. فكيف ممكن احصل على جمل اضافيه؟ انه انا بروح بستبدل اسم العلم احمد، بضيف علي، حسين، محمد إلى آخره، تمام؟ ونفس الشيء ممكن أنا أطبقه على المدرسة. المدرسة هو عبارة عن اسم مكان، فبالتالي بصير إنه أنا ممكن أنا أستبدل، يعني لو بدي أنا أحتفظ بالسياق إنه أنا بدور على اسم مكان مؤنث، إنه بدل ما يصير مدرسة بصير إنه معصرة، مطحنة، أي حاجة، أي يعني أي ما. فبالتالي إنه كل جملة بتولد منها ثلاث أربع جمل بهذه الكيفية. فبالتالي في أنا عندي هنا، لو أنتم يعني انترستد أكثر. آه طبعا، لا لا لا، أنا بحكي إنه التاسك الأساسية إنه هو يعمل تصنيف لليبلز معينة بوزيتيف أو نيجاتيف، تمام؟ فهكذا احنا كيف بدنا نمنعه انه هو يعمل اوفر فيت على الداتا سيت هذه؟ انه احنا نولد داتا سيت عشوائيه، تمام؟ وبرضه ندخلها في التريننج، المره الجايه لما بتعمل برضه تريننج برضه حتدخل داتا سيت عشوائيه ثانيه، هو اللي بيمنع الاوفر فيتنج. لو انتم مهتمين في الموضوع اكثر ممكن انه في هنا في البيبر وذ كود تشوفوا موضوع الداتا اوجمنتيشن، تروحوا على Browse State of the Art، عندكم في خلينا ناخد Methodology مثلاً، هنا كتير reinforcement transfer learning domain adaptation، في عندي هنا data augmentation، في عندي هنا image data augmentation، وفي عندي هنا text augmentation. هنا في عندي 78 بيبر، هنا عندي 23 بيبر لو انتم interested في هذا الموضوع. فهذا السايت فعلا انه هو يعني كتير مفيد بالنسبة لكم انه انتم تطلعوا على مصادر من هالنوع، تمام؟